العروسه احلام معانا. الف مبروك من انا اول مره نتقابل بعد كتب الكتاب والترند الكبير اللي جننتي بيه الناس على السوشيال ميديا. ربنا يخليك. كلمينا بقى عن التجهيزات كتب الكتاب وكل ده كان اساسا خططتي له وخد منك مجهود قد ايه؟ ايه رايك؟ عجبك؟ عجب الناس قوي يا روح قلبي. بصي هي احنا كاتبين كل حاجه، انا ببقى كاتبه يعني بعد اسبوعين ان شاء الله الجواز، فانا اوريدي عندي مساحه من الوقت انا كاتبه ومنظمه الحمد لله الدنيا بس، وبتطلع الحمد لله حاجه طبيعيه يعني. هروح بعد اسبوعين ان شاء الله. ومعانا دلوقتي وفاضيه فاضيه عندي وقت فراغ. لحقتي امتى تعملي تحضري الشقه والدريس وكل ده، ولا انت خلاص الفرح مش هتعملي فرح؟ لا لا ده فرح كبير، ده انت من اول المعزومين انت والجمهور الجميل ده باذن الرحمن باذن الرحمن. لا احنا منظمين كل حاجه، وفي نفس الوقت يعني مش عارفه اقول ازاي، احنا راضيين يعني لو في حاجه مثلا باقل امكانيات بنعملها طالما احنا مبسوطين مع بعض، فاهمين؟ كاتب الكتاب ما اتكلمش ما كملش 30000 جنيه والله والله. الفستان كده كده اعلان فانا برجعه الاتيلي عادي جدا، والميك اب كذلك، انما احنا دافعين كل حاجه يعني، دافعين زي اي حد سقعات سعرها كويس، ما تقلقيش لا ما تكلفش ملايين. فستان الفرح بيكون اعلان فانا بصور وبرجعه تاني، فانا مش بدفع فلوس بصراحه حق ربنا، بس فعشان كده مش يعني العريس مش بيتكلف ولا انا بكلفه. هاني مون بقى يا احلام هتروحي فين؟ صراحه مش هروح في حته، نفسي اروح المالديف يعني ان شاء الله اروح ان شاء الله، اما لسه ما خططناش يعني، الحاجه دي الوحيده اللي ما خططناهاش. ما احنا بقى عشان بدرنا كده جواز فان شاء الله، بس انت حمستيني يعني بعد المقابله دي اروح اجي على طول المالديف. لا لقطه المنديل لما والدتك ده عملت ضجه جامده على السوشيال ميديا. انت متابعه جدا حبيبتي. بصي ماما شخص عندها اعتقاد ان بيعملوا يعني اعمال وكده على المنديل، فحبيبتي غامه خايفه عليا قوي، اي يعني كومنت او كده بتزود الريتش، فايش صباح الفل. انا وحشه وحشه قوي جميله، بيت مستقر سوي ان شاء الله، ويعني ابني يبقى كويس. في الفيديو بتاع زوجك ابو ابنك الاول لما طلع رد على انتقادات الناس وقال ان هو بارك كلم زوجك دلوقتي وبارك له وكده وان ابنك بيحبه جدا، فشفتي ده ازاي؟ هل ده فعلا حصل ولا ايه؟ ايوه احمد مش بيكذب خالص، هو فعلا يزن بيحب محمد جدا، وواحد بص احنا مبسوطين، فطول ما احنا مبسوطين فاحنا كويسين ومش متضايقين يعني. هو احمد شخص كويس اصلا، فما بعدين هو بابا يزن، واحنا اصلا من قبل ما ننفصل كنا متفقين ان الولد ده لازم يجي يلاقينا مبسوطين وسويين نفسيا، فلما شفت الفيديو انبسطت يعني، اللي هو فعلا حصل كده وكلم محمد اليوم ده وبس.